السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا. كثير من الأحباب طلب مني عمل حلقة عن بلقسيس تشفين، وصراحة كل ما نويت تراجعت، وهذا لسببين اثنين. أما الأول فإني أرجو عودته إلى الله عز وجل وأن ينقذ زوجته وأولاده من النار، والرد في هذه الحالات قد يجعله يتمادى في عناده. وأما الثاني فبلقزيز صراحة مشاكله سياسية، وحين يتكلم عن الدين يظهر مستواه السطحي في الدين، فهو غير عارف بالشريعة وغربته جعلته ينسى حتى المعلومات الأساسية في الدين. أيضا بلقزيز لا يعرف حتى المعلومات العلمية المادية البسيطة، يعني مثلا قال أحد المرات أن الشمس ثابتة في وسط السماء. الشمس زعما راه غادا كدور اون سبيرال لمستقر لها والكواكب تابعينها. وكيقولوا وكينسبوه لا نازا. هذا غير صحيح. لأن إلا مشيتي قريتي العلم وفهمتي اش كتقول لا نازا، الشمس واقفة. ولو سونتر دو سيستيم سولير. والكواكب كلها كدور بالشمس. بيقول لك الشمس ثابتة هكذا في وسط السماء، ليست لها أي حركة. هو لا يعرف المعلومة البدائية أن الشمس تدور بسرعة 250 كيلو في الثانية، لكن هو أنكر حركة الشمس حتى ينكر الإعجاز العلمي في قوله تعالى تجري لمستقر لها. هو ربما شاف الصورة دي فظن أن الشمس ثابتة والكواكب تدور حولها. وأيضا لما بيتكلم بلقزيز في الدين بتلاقيه بينقل كلام منتديات ساذج. لذلك أنا النهاردة ههتم في هذه الحلقة بقضية الحراك المغربي. هذه القضية لا تستطيع أن تناقشها أو تدافع عنها وأنت ملحد. لو كنت ملحدا لما شعرت بالظلم ولا استوعبت معنى الشر ولا معنى الخطأ والذي على أساسه تريد حراكا، لأن الإلحاد بيعني إنكار الخالق وانتسابك أنت أيها الإنسان للمادة، والمادة لا تعرف القيمة ولا تعرف الغاية. داخل العالم المادي لا يوجد معنى للشر ولا معنى للظلم، لا يوجد تفسير فيزيائي ولا تفسير جيني للشر ولا للظلم. فمعنى الظلم هو أن تضع الشيء في غير محله، ومحل الأحداث في عالم الفيزياء هو نفس المحل الذي تحدده القوانين الفيزيائية. وبما أنه لا توجد ذرة تخالف قانون فيزيائي واحد، إذن كل حدث في هذا الكون قد وضع في محله المادي بالضبط. ولذلك المفترض أنه لا يوجد في المجتمع الإلحادي لا شر ولا ظلم. هذا الكلام فهمه كبار الملاحدة. يقول دوكنز مثلا إلحاديا لا يوجد خير ولا شر، قداسة ولا نجاسة، لا يوجد صواب ولا خطأ، فالإنسان مستوعب تماما في الطبيعة. قوانين الطبيعة هي قوانينه تسري عليه الحتمية الفيزيائية المادية. لا يمكن للإنسان الاستقلال برؤية مغايرة أو متجاوزة لما تفرضه المادة، وإلا لاعتبرنا أن للإنسان أصل آخر، وهنا ينهار الإلحاد. فكيف فهمت أنت يا بلقزيز معنى الشر أو الظلم؟ بصراحة الملحدين العرب لا يفهمون معنى الإلحاد، فاكرين أن الإلحاد معناه إنكار الخالق فقط، ولا يعرفون أن لهذا الإنكار مقتضيات طبيعية. إذا كان الإلحاد صحيح وكنا أبناء المادة فلا مانع من إبادة الضعفاء والفقراء، ولن تفهم أصلا أن هذا خطأ أو شر. يقول أرثر أليليف أستاذ القانون الأمريكي لا توجد طريقة لإثبات أن حرق الأطفال بقنابل النابل شيء سيء. وهذه نصيحتي لك يا بلقزيز، أتمنى أن تقبلها، فأنا والله لا أرجو لك إلا الخير والهداية. إذا كان الإلحاد صحيحاً فالمفترض أن يصفي الإنسان نفسه لحساب الطبيعة، كما يقول الدكتور المسيري رحمه الله، يتم استيعابه تماماً ويسقط في هيمنة المادية الحتمية. وهذا الكلام يشرحه الملحد العالمي الشهير سام هاريس في كتابه Free Will أو الإرادة الحرة. مادياً الإنسان محكوم بقوانين المادة، حتى مخه وحتى تفكيره مجرد ذرات مادية، وبالتالي لن يستوعب مفاهيم لا تنتمي إلى العالم المادي. وبما أن المادة محايدة أخلاقياً، إذن فالإنسان أيضاً محايد أخلاقياً، لا يعرف شر ولا خير. فداخل عالم الإلحاد حين يتكلم الملحد عن حق الإنسان أو عن ممارسة ظالمة، فهو صراحة يأتي بمفهوم لا ينتمي إلى هذا العالم بالكلية. فداخل الإلحاد الإنسان حيوان مادي يحكمه الصراع الدارويني. ولذلك يقول الدكتور المسيري رحمه الله
بغياب الإله يتحول العالم إلى مادة صماء خاضعة لقوانين الحركة، يتحول الإنسان إلى كم مادي، وفي هذه اللحظة يموت الإنسان. فالإيمان بقيمة الإنسان والإيمان بسمو الإنسان هو إيمان يتجاوز طبيعة المادة. ولذلك عندما يقرر الملحد أن ينسى الإله، في هذه اللحظة ينسى نفسه. قال الله عز وجل: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ينسى قيمته في هذا العالم. فداخل الإلحاد يصبح الحديث عن الإنسانية هو حديث فارغ عن المعنى، ويصبح قتل الضعفاء هو الحل الدارويني الأمثل. قانون الانتخاب الطبيعي والبقاء الأصلح والتنقية العرقية، هذه هي مفاهيم الطبيعة الوحيدة. وكما يقول عالم الإنسانيات الألماني فريدريك هيلفالد: كما أن في الطبيعة الصراع من أجل البقاء هو مبدأ التطور، كذلك في عالم البشر إبادة الضعفاء هو مبدأ بديهي. وعلشان كده أنا بعتبر إن النازية هي اللحظة النموذجية في العلمانية والإلحاد، لأنها طبقت نظرية التطور وبحثت عن التنقية العرقية للجنس الألماني. يقول ألان بولوك، وهو من أشهر مؤرخي الحقبة النازية: كان هتلر مادياً قاسياً، وكان يرى أن المسيحية تقف في وجه قانون الانتخاب الطبيعي والبقاء الأصلح، ولذلك صنع هتلر ما يعرف بالمسيحية الجديدة حتى يحاول من خلالها إبادة الأعراق الأدنى. حين ظهر الإلحاد والمادية يا بلقزيز، دخل البشر الأعراق البشرية الأدنى إلى داخل أقفاص الحيوانات، وامتلأت حدائق الحيوان في عواصم أوروبا بأعراق بشرية مختلفة. ولولا حالات الانتحار التي بدأت تظهر داخل هذه الأعراق البشرية في حدائق الحيوان، ومن أشهرها حالة أوتابينجا، لربما ظلت حدائق حيوان البشر حتى الساعة. وبالمناسبة لم تغلق حدائق حيوان البشر إلا في سبعينيات القرن الماضي. يستحيل أن يوجد داخل المنظومة الإلحادية ما يجعل الإنسان إنساناً يا بلقزيز. داخل عالم الإلحاد لا يمكنك تخطئة هتلر، وهذا كلام دوكنز. فلا يوجد داخل أشرس المجرمين ذرة واحدة تسير عكس قانون فيزيائي. فشعورك بالخطأ يعني أنك مكلف وأن الإلحاد خطأ. يقول المفكر الأيرلندي كليف لويس: وقد كانت حجتي ضد الله أن العالم بدأ في منتهى القسوة والظلم، ولكن كيف حصلت على مفهوم الظلم والعدل هذا؟ إن المرء لا يصف خطا بأنه غير مستقيم إلا لو كانت لديه فكرة عن ماهية الخط المستقيم. فبماذا كنت أقارن هذا العالم لما دعوته غير عادل؟ وإذا كان العرض كله سيئا وتافها من الألف إلى الياء، إذا جاز التعبير، فلماذا وجدت أنا نفسي في ردة فعل عنيفة هكذا تجاهه، مع أنني من المفترض أن أكون جزءا من العرض؟ إن الإنسان يشعر بالبلل عندما يسقط في الماء لأنه ليس حيوانا مائيا، أما السمكة فما كانت لتشعر بالبلل. وهكذا، ففي محاولة إثبات عدم وجود الله تبين لي في ذلك الفعل ذاته حقيقة وجوده، لأن الإنسان بإنكاره وجود العدل في فعل ما يرغم على التسليم بوجود مفهوم العدالة، وبناء على ذلك تبين أن الإلحاد ساذج جدا. ولو كان الكون كله عديم المعنى لما كان قد تبين لنا إطلاقا أنه عديم المعنى. فالوضع شبيه بهذا تماما. لو لم يكن في العالم نور ولم تكن في العالم مخلوقات لها أعين، لما كنا نعرف قطعا أن الظلمة مسيطرة، ولكانت الظلمة كلمة عديمة المعنى. إذن الشر هو أكبر دليل على أننا لسنا أبناء هذا العالم، وأن المقدمة الدينية هي الوحيدة التي تملك التفسير والمعنى. فالإنسان يعلم سخافة الإلحاد لأنه يحمل داخله مفهوم التكليف الإلهي. فالإنسان كما يقول على عزيز بيجوفيتش رحمه الله: لا يستطيع أن يكون حيوان بريء. ليس بإمكان الإنسان أن يختار بين أن يكون حيوان أو إنسان، إنما خياره الوحيد أن يكون إنسان أو لا إنسان. لا يستطيع الإنسان أن يكون حيواناً ولو تمنى ذلك من كل قلبه. قال ربنا سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فهنا أصبح الإنسان هو المركز والطبيعة كلها هي الهامش. يا بلقزيز، قد تكون على حق عندما تدين الاستغلال، لكن لن تكون على حق لو كانت هذه الإدانة من منظور إلحادي. فأنت تتكلم عن كائن حر مكلف وليس عن عالم إلحادي. الآن ننتقل إلى الإسلام. ما علاقة مشاكلك السياسية
في المغرب بالإسلام. الإسلام هو الدين الوحيد الذي يجرد رجال الدين من حظوظ الثيوقراطية أو الحكم بدلا من الله، يجردهم من أخذ أموال الناس بالباطل ومن الوساطة بين الله والناس. في الإسلام صدقتك توصلها للمحتاج مباشرة أفضل من أن تمر على يد رجل الدين. لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلافة المسلمين أصابته خصاصة، أصابه الفقر لأنه أهمل تجارته، فاستشار الصحابة في ذلك، فأشار عليه عثمان بن عفان وسعيد بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يأخذ كل يوم وجبتي غداء وعشاء من بيت مال المسلمين، فأخذ عمر بذلك. خليفة المسلمين وقائد 11 دولة راتبه الشهري غداء وعشاء من بيت المال، والذي أفتى به الصحابة هو حق الحاكم في الإسلام من المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان، قصعة يعني طبق يأكله هو وأهله، وقصعة يضعها بين الناس. الإسلام لا يوجد فيه رجال دين كطائفة مستقلة أو فئة ممسوحة. لا يستطيع الحاكم في الإسلام أن يزعم أن قراراته إلهية لا تقبل النقد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر جيشا يوصيه قائلا: إذا أرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. فالحاكم في الإسلام ليس مشرعا من قبل الله. الإسلام يمثل حجر عصرة أمام كل سلطة كهنوتية، لأنه ينفي الواسطة بين الله والعبد. في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إزاره فيه 12 رقعة، وأبطأ على الناس يوم الجمعة، فخرج إليهم يعتذر وقال: إنما حبسني غسل ثوبي، لم يكن له إلا ثوب واحد. وليس في الإسلام سلطة دينية بخلاف الدستور إلا سلطة الموعظة الحسنة، وهي سلطة خولها الإسلام لأدنى الناس يقرع بها أنف أعلاهم. في الإسلام لا فرق بين ابن الحاكم وابن أحد الرعية ولو كان كافرا. أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأقباط بضرب ابن عمرو بن العاص حاكم مصر، لأن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه ضرب هذا القبطي، فقال عمر للقبطي: اضرب ابن الأكرمين، فأخرج الإسلام من حساباتك يا بلقزيز. أنا صراحة استمعت إلى مقطع مرئي لك واكتشفت أنك تنقل عن منتديات لا تعرف شيئا عن الإسلام. يعني من مور مثلا ومن غزوة خيبر في السنة 7 هجرية، رجعوا ملي رجعوا جات واحد المرأة اللي سميتها زينب بنت الحارث، اللي كانت هي مرات ابن سلام بن مشكم بن مشكم أحد زعماء اليهود. جات قدمت لي واحد الشات مسمومة، كلام منها لا هو ولا الصحابة اللي معاه. من سنة 7 هجرية والنبي صلى الله عليه وسلم مات سنة 11 هجرية، لا يوجد سم يعمل بعد 4 سنوات. هذه معجزة، حتى يرزق النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة إلى جانب النبوة والرسالة. وأيضا هذا الحديث دليل من دلائل النبوة، لأن الشاه أخبرته أنها مسمومة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بالسم إلا بعد أن أدى رسالة الإسلام كاملة، وأنزل الله عز وجل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا بجوجهم. البخاري في الحديث رقم 2617 ومسلم في الرقم الحديث 2190 عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشات مسمومة فأكل منها، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك علي. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: فما زلت أعرفه. جيء بالمرأة التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، لكن تشفين حذف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوها. لكن هو كان مازال كاين روايتين، كاين رواية كتقولك قطعوا لها راسها في البراصة، وكاين رواية أخرى كتقولك لا باغي مازال يعرفها، غير يخليها حتى غادي يموت الصحابي اللي كان معاه. النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل رفض قتلها، لكن بعد ذلك قتلت قصاصا بعد أن مات بشر بن البراء الصحابي الجليل متأثرا بالسم. بشر بن البراء
مني مات بشار بن البراء كاين فيرس اخرى كيقول عاد غادي يقتلها. اسمه بشر ابن البراء وليس بشر. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد ان ادى رسالته كامله، وكانت احداث الوفاه وما قبلها في ذاتها معجزه ودليل على انه نبي. وانا ساستخدم بعض النصوص في الوقت المتبقي من هذه الحلقه لاثبت ان الايام الاخيره من حياه النبي صلى الله عليه وسلم هي دليل آخر على صحة الرسالة. بعدما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، بدأت طلائع الوداع تتسم في أقواله وأفعاله. اعتكف في رمضان من السنة العاشرة 20 يوما، وعرضه جبريل القرآن مرتين، وقال لابنته فاطمة: لا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي. وودع معاذ وهو ذاهب إلى اليمن قائلا: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ لشعوره بقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولعلي لا أحج بعد عامي هذا. ونزلت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إشعارا بأنه فرغ من مهمته في الدنيا صلى الله عليه وسلم. وفي أوائل صفر قبل وفاته بشهر خرج إلى أحد، فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر وقال: أنا فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وفي أواخر صفر قبل وفاته بأيام صلى الله عليه وسلم خرج إلى بقيع الغرقد في جوف الليل، فاستغفر لهم وقال: إنا بكم لاحقون. وفي الشهر الذي مات فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وعرض نفسه أمام الناس للقصاص، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. وأوصى بالأنصار خيرا ثم قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. وبدأ يشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى أبي بكر حتى يصلي بالناس. وقبل وفاته بيوم صلى الله عليه وسلم تصدق بكل ما عنده، وكانوا 7 دنانير، ووهب للناس سلاحه، وكان درعه مرهونا عند يهودي 30 صاعا من شعير. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء فسارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت، قال لها أنه يموت في مرضه هذا فبكت، وقال أنها أول أهله لحوقا به فضحكت. وبدأ الاحتضار بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يدخل يده في الماء ويمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم رفع يديه وتحركت شفتاه، فاستمعت إليه عائشة رضي الله عنها فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وكرر هذه الكلمة 3 مرات، ثم فاضت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم إلى باريها. فهل في وفاته إلا مزيد دليل على صحة الرسالة؟ لا أملك إلا أن أدعو لكل ضال عن هذه الرسالة الخاتمة بالهداية والصلاح والرشاد. وأوصيكم بالاستماع لحلقتي التحدي بالقرآن، تجدونها في أول رابط في وصف هذا الفيديو. أسأل الله عز وجل لي ولبلقزيز ولكل مستمع أن نوفق جميعا للخير والهداية من الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين
إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا